بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. قلنا ان الرهبانة القبطية هي ام ومعلمة رهبانيات العالم كله. الرهبانة القبطية هي ام رهبانيات العالم كله، أسسها القديس العظيم الأنبا أنطونيوس في أواخر القرن الثالث المسيحي. ونقول عن الأنبا أنطونيوس أبقى الرهبان العالم كله. الكنيسة القبطية سبقت العالم كله في تأسيس الرهبنة، لأن الإنسان المصري بطبعه يميل إلى التدين، وقد استمال سحر صحراء مصر محب الفضيلة والكمال، فدخلوا إلى أعماق البراري طلبا للخلوة مع الله وتنفيذ وصاياه، وصولا إلى الكمال المسيحي الذي دعانا إليه الرب قوله: كونوا أنتم كاملين كما أنا أباكم الذي في السماوات هو كامل. ولد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة أبو كل الرهبان سنة 251 للميلاد في بلدة كوما، وهي حاليا قبن العروس مركز الواسطة محافظة بني سويف في صعيد مصر، من أبوين مسيحيين موسرين، أبوه يدعى يحنس وأمه تدعى جيوش، وذلك في عهد الإمبراطور داريوس. كان أبوه يملك ثروة كبيرة حوالي 300 فدان من أجود الأراضي في تلك المنطقة، بخلاف البيوت والمواشي والعقارات والممتلكات الأخرى. تعود الشاب أنطونيوس على حضور الكنيسة كل يوم أحد والتناول من أسرار المقدسة، وقد وهبه الله حكمة وفهما عظيمين، وكان يحفظ الكثير من كلام الله بمجرد سماعه، وكان ينمو كل يوم في النعمة والقامة الروحية وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. مات والده وكان عمره حوالي 20 عاما. ترك له أبوه ولأخته ثروة كبيرة، ولأنه كان يميل إلى الزهد أحس بتفاهة هذا العالم وكل ما فيه، فوزع أراضيه وأمواله على الفلاحين الفقراء، وأودع أخته أحد بيوت العذارى، وترك لها ما تحتاج إليه، وانطلق إلى خارج القرية. عمل له قلاية صغيرة ليتعبد فيها كعادة نساك ذلك الزمان، وبعد ذلك عبر النيل إلى الضفة الشرقية، فوجد جميزة كبيرة على الشاطئ وبجوارها قبر فرعوني قديم فسكن فيه، لذلك سمي ذلك المكان دير جميزة أو دير باسبير أو دير الميمون، وما زال هذا الدير حتى الآن بنفس الاسم، وبجواره قرية صغيرة اسمها قرية دير الميمون. عاش القديس الأنبا أنطونيوس في هذا الدير حوالي 20 سنة. اجتمع حوله كثيرون ترهبوا على يديه، وصار هذا المكان أول تجمع رهباني في مصر والعالم. ولما أراد الابتعاد عن الناس الذين كانوا يأتون إليه طلبا للشفاء وعمل المعجزات، صلى إلى الله ودخل إلى البرية الداخلية مسيرة 3 أيام، فوجد عين ماء نابعة من الجبل بمعجزة، فسكن بجوارها، وعرف مكانه كثيرون من محب الرهبنة والتوحد، فجاءوا إليه وسكنوا بجواره فرهبنهم، وبذلك أسس الدير الحالي المعروف باسمه في الصحراء الشرقية في جبل العربة بالبحر الأحمر. ولما بلغ الأنبا أنطونيوس
من السن 105 سنة مرض قليلا ثم تنايح بسلام بين أولاده، وذلك في 22 طوبة سنة 72 للشهداء 30 يناير 356 للميلاد، بعد أن أسس طغمة الرهبان التي هي الآن فخر الكنيسة القبطية، وكان يسميها قداسة البابا تودروس درة الكنيسة القبطية. كان النظام الرهباني لآن بنطونيوس هو التوحد الكامل، وأن يعيش الراهب في مغارة أو قلاية منفردة طول حياته، يعبد الله ويعمل بيديه ليعول نفسه ويعطي صدقة لمن يطرق بابه، ولا يذهب إلى أبيه الروحي إلا عند الضرورة للاعتراف وطلب الإرشاد الروحي. بعد ذلك أسس القديس العظيم الآن بابا خميس في صعيد مصر نظاما رهبانيا أسهل قليلا من نظام الأنبا أنطونيوس، سماه نظام الشركة الرهبانية، أي يعيش الرهبان في دير داخل أسوار، يصلون معا وينقسمون في العمل إلى فرق، كل فرقة تعمل في العمل الذي تجيده وتتخصص فيه، ويعيش الجميع تحت إرشاد أب واحد له تلاميذ ومساعدون. وقد عاش الآن بابا خميس في الفترة بين 286 ل 346، أي حوالي 60 سنة فقط. وعلى نهج الآن بابا خميس أنشأ الآن بابا شنودة رئيس المتوحدين من 332 إلى 452 أديرته في منطقة أدريبة سوهاج الحالية، وكان فيها نظام الشركة في الحياة الرهبانية وخدمة المؤمنين القاطنين بالقرى حول الدير. وعاش القديس الآن بابا شنودة حوالي 120 سنة. بعد ذلك أسس القديس الآن بابا مكاريوس الكبير المصري نظاما وسطا بين هذه الأنظمة، نستطيع أن نسميه رهبنة الوحدة المترابطة، أي الحياة الفردية والوحدة في قلال منفردة ومغارات، لكن في تناسق مع الجماعة. في هذا النظام يعيش الرهبان في مغارات وقلال منفردة خمسة أيام في الأسبوع، ويجتمعون مساء كل سبت في الكنيسة، يستمعون لتعليم الشيوخ ويسهرون في التسبحة، ثم يحضرون القداس ويتناولون الأسرار المقدسة، ثم يتناولون وجبة طعام معا بعد القداس في المائدة الملحقة بالكنيسة صباح الأحد، ثم يرجع كل واحد إلى قلايته أو مغارته حاملا مؤونة الأسبوع وعمل اليد للأسبوع كله، يقضي فيها بقية الأسبوع يصلي بالمزامير ويقرأ في الكتاب المقدس ويعمل بيديه. وقد عاش القديس مكاريوس الكبير من سنة 300 إلى 390، يعني عاش 90 سنة. تأسست الرهبنة على ثلاثيات من المبادئ والأنظمة والسلوكيات. المبادئ الأساسية للرهبنة ثلاثة: البتولية والطاعة والتجرد. الأنظمة: نظام التوحد، أي يعيش المتوحد في عزلة تامة، يزور المرشد الروحي عند طلب المشورة،
أسسه الأنبا أنطونيوس نظام الشركة، يعيشوا الرهبان جماعة واحدة داخل سور واحد تحت قيادة أب روحي واحد، يصلون معا ويأكلون معا ويعملون معا ويخضعون لقوانين واحدة أسسه الأنبا بخوميس. نظام الوحدة المترابطة وهو الطريق الوسط بين الوحدة الكاملة والشركة، وقد أسسه الأنبا مكاريوس في برية شهيد أو الأسقيط، وهذا هو النظام المعمول به في وقتنا الحاضر. سلوكيات الحياة الرهبانية: عمل الراهب في قلياته الصلاة والقراءة وعمل اليد، ثلاثة برضه، فبدون هذه الثلاثة لا يستقيم بناء الحياة الرهبانية. على أن تكون هذه الأعمال الثلاثة متوازنة في حياة الراهب، لا تطغي الصلاة على وقت العمل ولا يطغي العمل على وقت القراءة، كما قال أحد الآباء: إذا كنت في قلايتك فمارس هذه الثلاثة، قليل صلاة قليل قراءة قليل عمل يد. هذا التنوع يخلص الراهب من الضجر والملل ويجعل حياته سوية نقية تؤهله للدرجات العليا في علاقته مع الله. ولإلهنا كل مجد.